ساعة الإجابة يوم الجمعة دلت عليها أحاديث صحيحة، وأن في يوم الجمعة وهو يوم مبارك ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا آتاه الله صولا، واختلف العلماء رحمهم الله في تعيينها وتحديدها، وهي تبقى من حيث الإجمال مبهمة، لكن أكثر أهل العلم على أنها آخر ساعة بعد العصر، على أنها آخر ساعة بعد العصر، ولا يقصد بالساعة هنا 60 دقيقة، وإنما المراد قبيل المغرب بقليل، قبيل المغرب بقليل، ربما نصف ساعة تقريبا تكون هي آخر ساعة من يوم الجمعة، لأنه خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة، فبها تم خلق الله. قال الله قد خلق قبل ذلك السماوات والأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الأرض خلقت قبل أبينا آدم عليه السلام. فالراجح والعلم عند الله أن ساعة الإجابة تكون آخر ساعة يوم الجمعة.